واقعا أمامي يوم أن كنت في تلك الليلة في المستشفى وأتيت إلى أحد المرضى، هو طفل صغير به من الأمراض ما الله به عليم، فوجدت أمه وأباه، دعوتهم أن يقرأوا عليه وأن هذا القرآن شفاء وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فإذ بي أواجه بك صاعقة من السماء، قالوا نحن نؤمن بالله وقررنا، اسمع، قررنا بعد أن علمنا أن المرأة فيها مس وأن فيها ذاك الأذى، فقال لي الأب والأم، لأنهم لما قرئ على الأم تكلم ذاك الجان وقال أنه يعشق تلك الأم وأنه توعدهم، وأنه توعدهم أنها إذا حملت أنه سيشوه ذاك الجنة، فقرروا على أساس هذا الكلام وعلى أساس كلام ذاك الشيطان قرروا أن لا ينجبوا أبدا. فعلمت أنه لابد أن نراجع علاقتنا برب العالمين جل وعلا، هل ذاك الجان هل هو الذي خلق حتى يقرر على أساس كلامه؟ ذاك الأفاك صدق، ذاك الضعيف الذي قال الله عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا خافوه. وعلمت أننا ما عرفنا من هو الله حتى كفار قريش، وهم كفار قريش لم يشركوا في الربوبية الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم كفار، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إذن لماذا نخاف؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون.